هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى طبعاً هنا في لا يعلمها إلا في جمهور الاتجاهات كما تلاحظون في هذه الخفر يشربون منها، وكذلك البهائم أيضا تشرب منها. أنت وبين الله هل لك صدقات عليكم السلام. لا يعلم يعني هذا هو وضع المكان هنا من الحفر، هذه الناس تشرب وأيضا البهائم تشرب بكتابك حين ويأخذون لحوائجهم اليومية. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف كما تلاحظون الأولاد عمالين يشربوا منها. نسأل الله يسر الأمور من هذه الموية كما هي ملحوظة عنكم هنا. فهذه رسالة لأصحاب الخير ولأصحاب الأيادي البيضاء. نسأل أن تكون هذه بادرة خير منا، حيث نجد من يعين في حفر الآباء الارتوازية لهذه المناطق. لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ ومن زمان مشربكم نفس المشرب ده، بس أحراك بها إن شاء الله. إن شاء الله يعني. يكبر قدرك عند الله. أصلاً بيرك كيكة قاعدة ده. أيه. يا قلبي كان جيش شكلة العجب. سبحان الله. العجب. إن شاء الله. ما خلاص بمعنى إنه أنتم قريتكم صارت هذه هي قريتكم. ده هو قرية وسرة. صارت هذه قريتكم. اللهم العطش بس فرق الناس وخلت الناس مين بقادر تحمل العطش. هذا الشيء اللي بخليهم بيشوتوا بيمشوا بيهرن البقر ده بيمشوا دي وين وين. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟